بداية عظم الله أجركم أخوان المسلمين في كل مكان على المذبح اللي صارت في نيوزيلندا. سبحان الله يريدون أن يوقفون الإسلام من الانتشار، لكن سبحان الله كل ما الإسلام ينتشر أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. بفضل الله عز وجل أخوان، في لجنة دعوة إلكترونية إحنا أقمنا حملات دعوية ركزناها في نيوزيلندا، وتفاجأنا بالكم الهائل من ردود أفعال الناس، وأنهم يريدون يسلمون ويحاولون يتعرفون أكثر على الإسلام. لكن مع الأسف أخواني، الكم الموجود من الرسائل هذا ما نقدر عليه، عدد الدعاة عندنا قليل مقارنة بهذا العدد الكبير اللي ما نقدر صراحة نغطيه. لكن مع الله عز وجل ثم فضلكم راح نقدر إحنا بكفاءة الدعاة نكفل داعية يقوم عنك بالدعوة إلى الله عز وجل. كافي باستقطاع شهري 10 دنانير من 25 شخص، هذا داعية يتم كفالته. 250 دينار كافية أن يكون هناك داعية متفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. مثل هذه المواقف مع الأسف تتكرر كثير، ولا بد أن احنا نستثمرها في الدعوة إلى الله عز وجل. فأتمنى أخوانكم تساعدونا وتساهمون معانا في كفالة الدعاة. والله كافي أن إنسان يسلم، هذا والله لو صرفنا كل أموالنا لكفى. بفضل الله احنا معدل الاسلام عندنا يوميا من 25 شخص الى 30 شخص بعدد بسيط من الدعاة. كيف لو كان انا عندي الضعف؟ انا عندي فقط 6 دعاة، لو كان عندي اكثر 12 داعية هذا الرقم راح يتضاعف. اخواني اتمنى فزعتكم معانا. مثل هذه المواقف والله لها اثر كبير جدا. فقط 10 دنانير كافية انك انت تكفل انسان يدعو الى الله عز وجل عنك. اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يتقبل من كل منفق كفل انسان يدعو الى الله عز وجل لنصر الدين الله عز وجل.